خسائر الكابلات ترتفع إلى أكثر من 100 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021. هيئة السوق المالية توافق على طلب شركة المشروعات السياحية شمس بتخفيض رأس مالها. أهلا بكم في أوراق تداول. انخفضت أرباح إسمنت الجنوبية إلى 353 مليون ريال بنسبة 25% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بأرباح قدرت ب 468 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب والانخفاض في الإيرادات الأخرى مع زيادة المصروفات العمومية والإدارية. انخفضت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية إلى 93 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 قياساً بخسائر قدرت ب 97 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وقالت الشركة بأن سبب انخفاض الخسائر في الفترة الحالية يعود إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ارتفعت أرباح شركة الحسن شاكر إلى 27 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 قياساً بأرباح قدرت بستة ملايين وستمائة ألف ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات في هذه الفترة ب 13% على أساس سنوي وزيادة الربح بنسبة 14% على أساس سنوي، إضافة إلى زيادة الربح التشغيلي ب 27 مليون ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 6 ملايين و 300 ألف ريال لعام 2020. انخفضت أرباح الأسمنت السعودية إلى 264 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 20% مقارنة بأرباح قدرت ب 331 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع مصاريف البيع والتسويق بالرغم من ارتفاع كميات المبيعات وزيادة حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل. انخفضت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 33 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 54% مقارنة بأرباح قدرت ب 71 مليون و 600 ألف ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. الشركة أرجعت سبب الانخفاض في عودة المطالبات المدفوعة لمعدلاتها الطبيعية مقارنة مع المعدل المنخفض استثنائياً في 2020 بسبب ظروف الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا وارتفاع صافي المطالبات المتحملة ب 11% تقريباً والانخفاض في أرباح استثمارات حملة الوثائق ب 41% بسبب الانخفاض المستمر في معدلات عوائد المرابحات البنكية. انخفضت خسائر شركة الخطوط السعودية للتموين إلى 32 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بخسائر قدرت ب 234 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات وتخفيض تكلفة المواد وانخفاض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 33 مليون ريال بنسبة تخفيض قدرت ب 60% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقعت شركة بنان العقارية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك العربي الوطني بأربعين مليون ريال. وأوضحت الشركة أن الهدف من التسهيلات تمويل التوسع في الاستثمار العقاري، وأضافت الشركة بأن مدة التمويل 7 سنوات، مبينة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل لرهن عقار مبنى مملوك للشركة، إضافة إلى سند لأمر بقيمة 40 مليون ريال. وافق مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة الرياض، مختصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية. وأوضحت الشركة أن الشركة المزمع تأسيسها ستكون مملوكة بالكامل لها، وذكرت الشركة أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه. أعلنت الشركة العربية للتأمين التعاوني اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع البنك العربي الوطني لمدة 3 سنوات من تاريخ التوقيع. وأوضحت الشركة أنه سيتم من خلال الاتفاقية توزيع وبيع منتجات التأمين من خلال البنك، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة لـ 2020، لافتة إلى أنه لا يمكن تحديد قيمة الاتفاقية والأثر المالي بدقة نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل البنك. وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة صدر للخدمات اللوجستية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع ستكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وأضافت الهيئة أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيحددان من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة المشروعات السياحية شمس بتخفيض رأس مالها. وأوضحت الهيئة أنه تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من 100 مليون ريال إلى 52 مليون ريال، وأشارت إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ارتفعت أرباح شركة اللجين إلى 209 ملايين ريال بنهاية 9 أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 37% مقارنة بأرباح القدرة ب 152 مليون ريال تم تحقيقها في ذات الفترة من العام الماضي. شركة اللجين القابضة تأسست عام 1991 ميلادي وبدأت نشاطها في إنتاج البتروكيماويات وخاصة البروبلين والبوليبروبلين ليبلغ رأس مالها الحالي 692 مليون ريال. تسعى شركة اللجين إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستثمار والتطوير للمشاريع الصناعية الكبرى في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة، مستفيدة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة. جاء الأداء المالي للشركة إيجابياً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت أرباح بلغت 56 مليون و700 ألف ريال مرتفعة بنسبة 256.5%، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 15 مليون و900 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت إيرادات تصل إلى 6.5 مليون ريال مرتفعة بنسبة 113%، وذلك عن الربع المماثل من العام الماضي. في نهاية 9 أشهر الأولى من العام الجاري حققت اللجين أرباحا بلغت 209 ملايين ريال مرتفعة بنسبة بلغت 37%، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 152 مليون و500 ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما حققت إيرادات بلغت 16 مليون ونصف المليون ريال، مرتفعة بأكثر من 57%. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع حصتها في صافي أرباح شركة ناتبت بمقدار 53 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 6 ملايين ريال. ارتفعت خسائر شركة الكابلات السعودية التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي وتمتلك عدة شركات صناعية، ارتفعت خسائرها إلى أكثر من 100 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020. الكابلات لا تزال تعاني من خسائر متراكمة. نتابع التقرير التالي. ما تزال الديون والخسائر المتراكمة تثقل كاهل الكابلات التي تصارع من أجل البقاء، على الرغم من الخسائر التشغيلية الممتدة لنحو 11 عاماً متتالية. الكابلات أبرمت في أبريل 2021 صفقة شراء أصول غير متداولة بقيمة 200 مليون ريال بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل في الشركة، لتتعذر الصفقة لاختلافات بين الشركتين. في خطوة قد يصفها البعض بالإيجابية، حققت الكابلات بنهاية النصف الأول من 2021 انخفاضاً في خسائرها إلى 55 مليون ريال، وبخسائر متراكمة تجاوزت 32% من رأس مالها. وما لبثت الكابلات حتى عادت للخسائر مرة أخرى، حيث ارتفعت خسائرها إلى أكثر من 100 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، بينما ارتفعت خسائر الربع الثالث إلى 46 مليون ريال. الكابلات أرجعت أسباب الخسائر إلى انخفاض أحجام المبيعات والإيرادات وانخفاض حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الفترة الحالية، حيث جاء تقرير المراجع الخارجي باستنتاج متحفظ، حيث أن القوائم المالية الأولية تتضمن استثماراً في شركة زميلة بنسبة ملكية بلغت 50%، وحصة المجموعة في النتائج بلغت نحو 11 مليون ريال، كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 من سبتمبر 2021. لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال متأخرة لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة، ولم يكن بمقدورها تزويد المراجع الخارجي بمعلومات كافية للتأكد من استرداد أرصدة تلك الذمم المدينة التجارية. في بدايات الكابلات علق المستثمرون عليها الكثير من الآمال وخابت ظنونهم، خسرت الشركة ثقة مساهميها، وما تزال الشركة تمتلك قناعة بأن لديها الموارد الكافية للاستمرار في أعمالها، على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عن مستويات الإنتاج التي ينبغي أن تصل إليها. حققت شركة الكابلات السعودية خسائر قدرت ب 100 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بخسائر قدرت ب 8 ملايين و 400 ألف ريال تم تسجيلها في نفس الفترة ولكن من العام الماضي، بارتفاع في الخسائر بلغت نسبة تقريبا يعني نفس النسبة المقاربة، خصوصا أن الكابلات قالت بأن سبب ارتفاع الخسائر في الفترة الحالية يعود إلى انخفاض حجم المبيعات في الفترة الحالية، إضافة إلى مقارنته بانخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الثالث.
نذهب إلى تطورات الإيرادات في الكابلات السعودية، نتابع بأن الإيرادات تطورت بشكل واضح في خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، خصوصاً أن الشركة حققت إيراد بلغ 128 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من 2020 بنسبة انخفاض بلغت 57% تقريباً. صافي الدخل ربعياً في الكابلات على النحو التالي: الشركة حققت خسائر ب 46 مليون ريال في الربع الثالث مقابل أرباح قدرت ب 51 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بينما كانت الكابلات قد حققت خسائر ب 19 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري. نذهب إلى تطورات حقوق المساهمين، وهنا ربما الأهم، خصوصا أنها بلغت في الربع الثالث 173 مليون ريال، منخفضة ومتآكلة بشكل مستمر. بلغت هذه النسبة 51% مقارنة بالربع المماثل من 2020 الذي كان عند 341 مليون ريال. الخسائر المتراكمة في شركة الكابلات السعودية بلغت بنهاية الربع الثالث 164 مليون ريال، بينما كانت الخسائر المتراكمة عند 15 مليون و780 ألف ريال فقط في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع بنسبة 1000%. للحديث أكثر حول نتائج شركة الكابلات السعودية وخسائرها المتراكمة ينضم معي هنا في الاستديو المستشار المالي حمد العليان. أهلا بك أستاذ حمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد، ومساء الخير عليك وعلى الأخوان والأخوات المشاهدين الكرام. مساء الخير. بداية، الكابلات السعودية يبدو أنها مستمرة في خسائرها المتراكمة، ما الذي يحدث في الشركة؟ ذكرت مسلسل والمسلسل لازال مستمر. أنا هنا لست في طور أني أبحث عن حل لشركة الكابلات سعودي كيبل، لكن 46 سنة من تاريخ تأسيس الشركة، واليوم أعتقد أنه إذا لم تستفد الشركة من التطور وعملية التحول الكبير في قطاع الكهرباء، سواء الأوفرهيد لاين أو الخطوط الأرضية، أعتقد متى ستستفيد؟ اليوم توسع الحمد لله بشكل كبير في المدن السعودية، تكلم عن المدن الكبرى والمدن الصغيرة، فالشركات المنافسة لهذه الشركة في نجاحات كبيرة. هناك شركات ظهرت بعد شركة سعودي كيبل وحققت نجاحات باهرة وشهد نجاحات يعني مذهلة حقيقة. اليوم أعتقد أنه الأرقام سنبدأ من أسفل إلى أعلى. ربحية السهم حقيقة انخفضت إلى 190% إلى ماينس تقريبا أو بالسالب ريال والتسعة وعشرين. صافي الدخل تراجع كذلك 46 مليون. دخل العمليات تراجع بقرابة 34 مليون. إجمالي الدخل تراجع ب 24 مليون. الإيرادات يعني 23 مليون، لكن أعتقد الأرقام كلها يعني ليست يعني مرضية، سواء للمستهلك أو سواء للمستثمر أو يعني لمن يقود الشركة أو دفة الشركة. الشركة استفادت العام الماضي
وأتذكر على هذه الطاولة تحديداً تحدثنا عن شركة الكابلات، وكنا نتمنى مع عملية خفض رأس المال ومساعدة في طرح حقوق أولوية أن تعدل من وضع الشركة، أتكلم مالياً، لكن أعتقد سجلها الائتماني ومسلسل أعتقد التراجعات يحتاج إلى إعادة هيكلة مرة أخرى للشركة وحوكمة أعلى ووضع خطة تكون يعني تعطي ثقة أكثر للمستثمر. أستاذ محمد، اليوم أنا كمستثمر كلما كان هناك في تراجعات في نوع من الشركات أو شركة معينة أو شركة يعني إكس مثال كان فيها تراجعات بشكل مستمر، لأن الثقة لدى المستثمر تقل، يعني ما راح أرغب في الاستثمار فيها. وفي الجهة الأخرى كذلك يعني المستهلك يعني يتكلم على الكاستمر لن يرغب في عملية الشراء. الأرقام كلها مخجلة وليست يعني في تطلعات ما تطمح إليه يعني هذا القطاع تحديدا. نعم النحاس ارتفع، ارتفعت بعض المواد الأساسية، لكن في المقابل أعتقد أن الشركة عمرها زي ما ذكرنا فوق 45 عام، يظل أنها المفروض يكون لديها خطط استراتيجية طويلة الأمد. من لم يستفد من رؤية المملكة 2030 في هذه الأيام أعتقد أنه لن يستفيد مستقبلا. أيضا ذكرت يعني الشركة أن من أحد الأسباب هو انخفاض حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة. في هذه الزاوية أستاذ حمد، يعني تعلم أن الكابلات السعودية تحديدا لديها يعني شركات شقيقة وتابعة كثيرة جدا وربما في أكثر من دولة، يعني ما الذي يدعو هذا الاستمرار في الخسائر حتى من شركات زميلة اليوم؟ هنا دائما نذكر أنه الإدارات هي العمود الفقري لكل نجاح. هنا أتكلم حقيقة، هناك في أمثلة في السوق السعودي كان لديها نجاحات مذهلة، والسبب يعود إلى الإدارة الجيدة في عملية استقطاب أو في عملية الاستثمار وتنويع محفظتها الاستثمارية. عندما واجهت أعتقد بعض الشركات مثل الكابلات تراجعات في أرباحها أو تحقيق خسائر، كان من الأفضل أو كان من الأجدى الدخول في استثمارات أخرى أو يعني التحول. هناك في زي ما ذكرت لك في يعني في نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء وتوسع عالي جدا، وشركة الكهرباء تحديدا يعني لديها مشاريع ضخمة جدا في الفترة الماضية، واستفادت شركات حديثة وأقل خبرة من شركة الكابلات في هذا المجال في نفس تحديدا القطاع ربما. بلا شك. يعني اليوم مع كل هذه التعثرات مستقبل الشركة لين يسير؟ احنا اليوم نضع الكره في ملعب الشركه، نريد رد او انا اتمنى انه يكون في توضيح اكثر بعد عمليه تخفيض راس المال وعمليه طرح حقوق اولويه ومساعده في تقليل الخسائر. كنت اتمنى انه يكون هناك خطه حقيقيه ووضع بلان على مدى معين، واقل حاجه يكون في بوادر معينه للعمل اللي حدث العام الماضي. لكن التراجعات لا زالت مستمره وننتظر رد الإدارة حقيقة والمسؤولين في الشركة. جيد، يعني هل تعتقد أو نتوقع أن تعلن الكابلات اليوم عن رفع رأس مالها؟ لا أعلم، لكن الهيئة مشكورة ساعدت جميع الشركات لتفادي أي عمليات يعني خسائر في رؤوس الأموال أو يعني نتكلم لا نريد يعني نموذج عملية إغلاق شركة بالكامل، لأنه هناك ينطوي تحتها يعني موظفين ومستثمرين وإلى يعني إلى آخره من يعني عقبات كثيرة. لكن الهيئة مشكورة زي ما ذكرنا ساعد بشكل كبير. هل تستمر الهيئة في عملية يعني في حال طرح الملف بشكل جيد في عملية الموافقة؟ الله أعلم، لكن أعتقد أنه الأرقام خير الدليل وخير برهان في كل عمل. كلما كانت الأرقام جيدة كان هناك يعني كانت حجتك أكبر وكانت يعني حجتك أقوى أمام الجهة التشريعية. جيد، يعني اليوم في تقرير المراجع الخارجي وهو التقرير الأول ربما لنتائج الشركة ذكر بأن الكابلات لم تقم بالاعتراف بأي مخصص لخسائر ائتمان متوقعة. يعني المراجع الخارجي حتى لو كنت تتذكر أستاذ حمد في نتائج الربع الثاني للكابلات كان يبدو أن نفس هذه العبارات تتردد من قبل المراجع الخارجي. يعني ماذا يعني؟ مميزة الاكسترنال أوديتر أو المراجع المدقق الخارجي أنه مستقل ودائما يعطي الأرقام بشكل يعني يتكلم أوضح للجمهور ولا أحد يملي عليه يعني إملاءات معينة. يبدو لي أنه ليس هناك توافق أو ليس هناك يعني توافق بين المدقق الخارجي وبين الإدارة أو المدقق الداخلي، وأعتقد أنه لا يوجد شخص يريد أن يعني
أنا يعني أذكر أنه زي ما ذكرنا الربع الماضي كان فيه عمليات يعني نفس الكلام انعاد، وكان هناك استقالات من بعض مجلس أعضاء مجلس الإدارة. لا أعلم ما هو المستقبل لدى الشركة. زي ما قلت لك أتمنى أن يكون في إيضاح أكثر، لماذا المدقق الخارجي يعني مستاء، لماذا المدقق الخارجي ليس على توافق كبير. الشركة هي اللي مفروض تظهر بيان توضيحي ماذا يحدث داخل الشركة. يعني خصوصا أنه ذكر في تقريره أن يعني على وجود ضرورة تعديلات للمعلومات المالية الأولية في الفترة المنتهية، وكان دائما يردد ربما عبارات وأنت تتابعها في تقاريره المالية بأنه لا يوجد شك جوهري حول استمرارية الشركة. اليوم يعني استمرارية الكابلات في مثل هذا الوضع هل يعتبر خطير ماليا؟ أعتقد مجال الكابلات أستاذ محمد مجال جيد، واليوم الحكومة مشكورة من وزارة الصناعة وزارة التجارة والمنظومة الصناعية في المملكة العربية السعودية والصندوق الصناعي كلها ساهمت بشكل كبير. يعني هل هناك عودة حقيقية؟ هل هناك عودة صادقة أن نكون على الرنوي مرة أخرى على خط الانطلاقة وتكون الشركة تستفيد مرة أخرى؟ سوف تجد كل الترحيب من الجهات التشريعية والجهات الممولة، ويعني متى ما كانت هناك رغبة حقيقية من الشركة سوف تجد إن شاء الله الملاذ الآمن لتطوير أعمالها وإعادة هيكلتها مرة أخرى والتمويل. سمعنا كثير من المبادرات من الصندوق الصناعي ومن وزارة الصناعة، يعني في عمل جبار على القطاع الحكومي. اليوم الدور كله على الشركات تستفيد من هذه التحول الكبير اللي يحدث في المملكة العربية السعودية. أعتقد زي ما قلت لك نحتاج بيان توضيحي أكثر للجمهور وللإعلاميين ماذا يحدث داخل شركة الكابلات، ونتمنى أن تتعدل أو تغير مسار الشركة. صحيح، تحدثت حول الملاذ الآمن، سنتحدث حول الملاذ الآمن ولكن في الذهب هذه المرة. ابقى معي أستاذ حمد. وصلت شركة لازوردي جني ثمار المبادرات التحويلية والنمو القوي الذي حققته في النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً بلغت 26 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. شركة لازوردي للمجوهرات تعمل في إنتاج وتصنيع وتشكيل المشغولات الذهبية والمجوهرات، ويبلغ رأس مالها الحالي 575 مليون ريال. في الربع الثالث من العام الجاري تحولت نتائجها المالية إلى الربحية، محققة 7,800,000 ريال مقابل خسائر بلغت 18,800,000 ريال في الربع المماثل من العام الماضي. لازوردي واصلت جني ثمار المبادرات التحولية والنمو القوي الذي حققته في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 38.5% وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة بما في ذلك قيمة معدن الذهب 526 مليون و600 ألف ريال بارتفاع بلغ نسبة 42% مقارنة ب 370 مليون و800 ألف ريال في الربع نفسه من العام الماضي. وفي نهاية التسعة أشهر الأولى حققت لازوردي أرباحا قدرها 26 مليون ريال، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 86 مليون و600 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة إجمالية إيرادات بما في ذلك قيمة معدن الذهب تصل إلى 1,553 مليون ريال مرتفعة بنسبة 57.14%. وأرجعت الشركة ارتفاع تلك الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 390 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 51.17%، وذلك مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 257 مليون و100 ألف ريال حققتها في الفترة المماثلة من العام الماضي. حققت شركة لازوردي للمجوهرات أرباحاً قدرها 26 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بخسائر قدرت
ب86 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة ولكن من 2020. قالت الشركة بأن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بما في ذلك قيمة معدن الذهب في الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبلغت إيرادات المجموعة 1,553 مليون ريال في فترة التسعة أشهر بارتفاع بنسبة 57%، حيث كانت الإيرادات بالفترة المماثلة من العام السابق عند 986 مليون ريال تقريبا، فيما حققت الشركة في الربع الثالث أرباحا ربعية بقيمة 7,800,000 ريال مقابل خسائر ب18 مليون ريال تم تحقيقها في الربع الثالث من العام السابق. وللحديث حول نتائج شركة لازاورد يعود من جديد إلى ضيفي أستاذ حامد العليان. يعني كنت تتحدث حول الملاذ الآمن، اليوم الذهب ما زال البعض يعتقد بأنه ملاذ آمن، لكن قبل أن أشرع في البداية في الذهب بشكل عام تحديدا، نتائج لازاورد يبدو أنها حققت يعني أرباح جيدة ب 26 مليون ريال، لكن هل هذه الأرباح تعتبر مقنعة؟ الذهب يعتبر أداة تحوط أستاذ محمد. الأمر الآخر قبل الحديث عن الأرقام، عودة الحياة كما كانت أو عودة الحياة الطبيعية أسهمت بشكل كبير في يعني زيادة المبيعات خصوصا على الذهب والمشغولات أو المجوهرات بشكل عام والمشغولات الذهبية، لأن هناك كان في انقطاع العام الماضي. الشركة أستاذ محمد الإيجابي هو استفادت بشكل كبير من عملية الخفض وإطفاء الخسائر اللي حدث العام الماضي من خفض رأس المال ثم إصدار حقوق أولوية، فأعتقد الأرقام جيدة. يعني ربحية السهم ارتفعت 144% في الربع الثالث من عام 21 إلى 14 هللة. صافي الدخل 7.8 مليون، ارتفاع جيد بقرابة 141% مقارنة بخسائر حققناها العام الماضي من نفس الربع. دخل العمليات كذلك ارتفع يعني قرابة 24 مليون مقارنة بخسائر حققناها العام الماضي. كل الأرقام ممتازة، الأهم والمهم هو الاستمرارية. اليوم زي ما ذكرت أسعار الذهب تعتبر يعني في انخفاض، لكن ممكن يكون سلاح جيد للشركة في عملية يعني البيوع وزيادة نقاط البيع، ويعني وعملية يعني زي ما ذكرنا أنه الفتح اللي حدث في الاقتصاد مرة أخرى ممكن يسهم في أو يساعد في عملية رفع مبيعاتها، والتوقعات اللي تكون إن شاء الله الأربع القادمة تكون أفضل من هذا الربع. بما أن الاقتصاد يعني يبدو أنه عاد من جديد إلى حيويته أو في بداية العودة، هل ارتفاع أسعار الذهب اليوم يضغط على هوامش لازاوردي؟ حقيقة نعم، إذا كانت هناك يعني ارتفاع في أسعار الذهب ممكن يضغط على هذا الأمر. وبالمقابل لو أنت تقيسها يعني بمعيار، كلما ارتفع السلعة أو ارتفعت سعرها ممكن يقل الطلب عليها ويكون طلب قليل جدا، فكل ما انخفضت يزيد الطلب، يعني سبلاي اند ديماند، يعني معروف الطريقة، كل ما يعني كان السعر في متناول اليد أو منخفض قليلا نرى إقبال كبير، خصوصا زي ما ذكرنا أن الذهب يعتبر أداة تحوط
في الغالب في عملية خفاض الأسواق أو يعني في عملية حفظ الأموال يعني بشكل كبير، لأنها من معروف أنه الذهب يعني أداة ثابتة وعليها يعني قيمتها متماسكة مهما حدث ما حدث في الأسواق. يعني إذا يعني خصوصا أنك ذكرت أنها أداة تحوط اليوم، إذا تابعنا أن شركة لازاوردي زادت رأس مالها في الفترة الأخيرة، هل هذا أيضا عامل مهم جدا وساهم في ربحية الشركة؟ بلا شك، أعتقد أنه اليوم نصير في نتكلم على مسار ننتظر ماذا بعد، تتكلم على 3 أو 4 يعني بعد سنة تقريبا، لأنه نحكم من مباشرة بعد عملية الخفض والزيادة صعب، يظل أنه يجب علينا نأخذ يعني فترة السنة أو سنة ونص بعدها نقيم الحالة ونقيم ماذا حدث وما هي مدى الاستفادة اللي استفادتها الشركة من عملية تطفئة الخسائر وإصدار حقوق أولوية. الحكم مبكر على الشركة، نعم الأرقام جيدة لكن الطموح أكبر، خصوصا أنه المعدن نفيس والحياة زي ما ذكرنا أنها عادت كما كانت، الأفراح زادت، عدنا كما كنا، فأعتقد من المفترض أن تعود الشركة كما كانت في السابق. جيد، اليوم يعني فيما يختص بالمعدن، يعني الشركة قالت بأنها حققت ارتفاع في الإيرادات بما في ذلك قيمة معدن الذهب، لكنها لا تحقق اليوم ربح من بيع الذهب كمعدن، يعني كيف نفهم هذه المعادلة؟ أعتقد أنه يعني هوامش الربحية في في الذهب تكون محدودة معينة، يمكن تعتمد على التغير اللي قاعد يحدث أو في الأسعار اليومية كان أثر أو ضغط كثير على هوامش الربحية، لكن بالمجمل يعني هذا ستاندر أو معروف في مجال الذهب وطريقة يعني حسبة أو هوامش ربحيته، فيعني يعتبر يعني أمر لازال طبيعي، لكن الأمر المهم هو وضع يعني نقاط بيع أكثر، زيادة، لأن لازوردي لها باع طويل ويعني ولها روادها واسمها في السوق، يعني في تكلم في السوق الخليجية والسوق السعودي تحديدا. جيد، اليوم لو تابعنا أسعار الذهب بشكل عام هي تقريبا يعني أقل بمن 5 إلى 6% منذ بداية مطلع هذا العام، هل هذا يشكل ضغط أيضا على الشركة؟ لا أعتقد، نزول الأسعار زي ما ذكرنا ممكن يساعد في عملية زيادة البيع وإقبال المستهلك على هذا المنتج، لكن ممكن يكون الشركة لديها مخزون، أنا لا أعلم بالضبط هل الشركة لديها مخزون، ما هي الخطط الاستراتيجية، ممكن يختلف من شركة لشركة يعني في عملية زيادة مخزونها في حال الانخفاض أو في حال الارتفاع تكون هناك تسييل لهذا المخزون. يبدو لي أنه الشركة بالأرقام نجحت هذا الربع تحديدا، سوف تستمر إن شاء الله في حال أنه تميزت أو في حال أنها استمرت في عمليات الارتفاع في الإيرادات. لو لاحظنا أستاذ محمد الإيرادات ممتازة جدا، خصوصا الربع هذا حققنا 526 مليون بارتفاع 42%، يبدو لي أن الشركة مقبلة على مزيد من الارتفاعات خصوصا في الإيرادات وصافي الدخل، لأنه عملية رفع الحظر اللي حدث على كثير من الأنشطة الاجتماعية الفترة الماضية أو الأشهر الماضية أو الشهرين الماضيين ممكن نرى الأثر الإيجابي عليه في الربع الرابع من هذا العام. جيد، خصوصا أن الشركة أيضا ذكرت أنه تم خفض مستوى الاقتراض من 200 مليون ريال في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 5 ملايين ريال، وربما أيضا هذا يساعدها أو ساعدها في الربع الثالث. أعتقد قوائمها تحسنت بشكل كبير، وكلما كان محفظة الاقتراض قلت وخففت عليها الشركة من الديون والقروض سوف إن شاء الله يكون الأثر إيجابي، وسوف تستفيد الشركات يعني كثير من الشركات استفادت اللي عليها قروض الفترة الماضية من انخفاض سعر الفائدة في عملية يعني جدول ديونها وتخفيض التكاليف عليها. الأستاذ حمد العليان المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. شكرا. معدل العائد على حقوق المساهمين من أشهر الأدوات لقياس جدوى الاستثمار في سوق الأسهم الذي يقيس كفاءة إدارة الشركة لرأس مالها، نتابع التفاصيل حول تلك الأداة وأعلى الشركات التي حققت ذلك المعدل في التقرير التالي. عند
عندما يختار المستثمر أسهمه في الغالب يبحث عن أعلى عائد على حقوق المساهمين، ويقيس معدل العائد على حقوق المساهمين كفاءة الشركة في توليد الأرباح من كل وحدة من حقوق المساهمين، ومن خلال تلك النسبة يتبين للمستثمر حقيقة الوضع المالي للشركة في الفترات السابقة. هناك في السوق المالية السعودية 5 شركات معدل العائد على حقوق المساهمين فيها أعلى من 30%، وهي جرير للتسويق بعائد يتجاوز 59%، تليها إكسترا بعائد يبلغ 46%، والخريف لتقنية المياه والطاقة بعائد يتجاوز 37%، ورامكو السعودية في المرتبة الرابعة بعائد عند 31.19%، وأخيرا السعودية لصناعة الورق بعائد يبلغ 31%. يستخدم مؤشر العائد على حقوق المساهمين لمقارنة أداء الشركات في نفس الصناعة أو في نفس القطاع أو النشاط لمعرفة قدرة تنافسية الشركة وجودة إدارتها. هناك مصطلح وأداة مشابهة للعائد على حقوق المساهمين، وهو مكرر الربحية الذي يقيس نسبة سعر السهم السوقية إلى ربحه السنوي. فكلما ارتفع مكرر الربحية لسهم ما، دل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعرا أعلى مقابل للربح، والعكس صحيح، ويعتبر مكرر الربحية من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداما نظرا لسهولة حسابه، إلا أن الأداتين وحدهما لا تعدان كافيتين لاتخاذ قرار الشراء والاستثمار في السوق المالية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معي هاتفيا المحلل المالي سعد الثقفان. أهلا بك أستاذ سعد. بداية حدثنا عن مفهوم وأداة العائد على حقوق المساهمين، لماذا ليست دقيقة وربما غير كافية لاتخاذ قرار الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساك ومساء متابعين الأخبارية. بالنسبة لكي نعرف حقوق المساهمين، وهو صافي الأصول أو الأصول الإجمالي، الأصول مخصوم منها إجمالي الخصوم، هذا ما يتبقى من يطلق عليه حقوق المساهمين، وهو ما يتبقى للملاك من عند تصفية الشركة. لذلك هذا العائد يعتبر ذو أهمية، هذا يدل على كفاءة الشركة وقوتها في عملية إعطاء عائد. لما نقارن مثلا الشركة بنفس القطاع أو أكثر، لو أخذنا الشركات مع بعض، أن يكون أعلى من الفائدة على الإيداعات إضافة إليها التضخم. فنلاحظ أن كما ذكرت في تقريركم، في شركات كان العائد عندها العائد على حقوق المساهمين مرتفع، أيضا ليست في التي نستخدمها فقط، فهناك العائد أيضا على الأصول، وهو الحقوق المساهمين أيضا مع الخصوم والمتطلبات على الشركة، أي بمعنى أصول التي تديرها الشركة، هل العائد عليها وهل إدارة الشركة تعطي عائد مجزي على الأصول التي تديرها. نلاحظ حتى في قطاعات أنه يكون منخفض، لو أخذنا القطاع البنكي يكون منخفض لتعاملها مع الفائدة ومع ريسك مرتفع، ونلاحظ أنها الحقوق المساهمين مرتفع في القطاع الصحي، وهكذا تختلف من قطاع إلى آخر. لكن يعني هل ترى أن الاستثمار في هذه الشركات التي ذكرتها المختصة بارتفاع في العائد في حقوق المساهمين مجزي، أم أنه يحتاج إلى قرارات أخرى أيضا لكي تستثمر؟ هذا يحتاج لابد أن نطلع على مؤشرات أخرى. هذا المؤشر يدلنا على كفاءة الشركة وإدارتها، لكن إذا كان السعر مبالغ فيه، إذا كان مكرر الأرباح 170 مكرر، فهذا لا يعطي استثمار مجزي للدخول المستثمرين في هذه الشركة، مع أن الشركة هذا المؤشر دل على أن إدارة الشركة ذات كفاءة عالية وأنها عندها ارتفاع في معدل العائد، لكن سعر السهم مبالغ فيه، لذلك قد لا يكون مجزي للمستثمرين في الاستثمار فيها. لابد من أكثر من مؤشر أخذ بعين الاعتبار. نعم، المؤشرات المحاسبية غالبا ما تعبر عن أداة الشركة في الماضي، وربما يختلف كل شيء في المستقبل، هل تؤيد هذه العبارة؟ نعم، وهذا ما حدث في ما يحدث الآن بالنسبة في جائحة كورونا. لو أخذنا بالماضي 2020 لرأينا ليس هناك مجدي
أن يستثمروا في أي شركة، سواء في الأسهم السعودية أو العالمية، لأن المؤشرات اختلفت وحققت الشركات خسائر، لذلك ارتفعت مقررات الأرباح، وبعض الشركات كان عندها خسائر مما خفض من المؤشرات المالية وجعلها غير جدوى استثمارية. لكن لابد النظر إلى المستقبل، أيضا أخذ إيرادات أو أرباح متوقعة إلى الشركة، أو في أثناء الجائحة نأخذ أرباح كانت قبلها، ونستطيع أن نقارن السعر أو مقرر الأرباح معتمدا على أرباحها الماضية. سعد الثقفان المحلل المالي، شكرا جزيلا لك، لكرم المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.